مايا قالت لي ليك أرجون، أنا عندي مشاكل مع الألوان، بس أنت دائماً لازم تتدخل بكل شيء. مايا اعملي حياتك الناشفة اللي بلا ألوان ملونة. أنت شو دخلك؟ ليش لحتى تعمل حياتها ملونة؟ شو هي حفلة؟ ما بدها تلون حياتها، ليش لحتى تتدخل أنت؟ رح دقلها. لا بلاها، لا فكرة سيئة. أنا بكره الألوان كتير، لأنه الألوان بتوجع لي قلبي. بحس إنه في حدا واقف جنبي وعم يغرقني بالمي لما أشوف الألوان. مايا شكلها عندها مشاكل كتير مع الألوان، وأنا لازم أعرف شو قصة الألوان هي من أولتها. مين؟ أنا مالي بالبيت، جاي عم بمزح. مرحبا، كيفك؟ شبك؟ ليش هيك قاعدة بخلقتك؟ كل شي تمام؟ كان تمام، هلأ لا. أنا آسف، هو شوية مشاكل بالمكتب. هو بصراحة ما شبه مايا، شبه مايا، ليش بتضلي عم بتنقي مايا 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 مايا؟ شو مشكلتك معها؟ شو حبيبتك هي؟ ليش دائما متضايقه منها؟ بس ما قلت هلا رجعتي قلتي مايا. ليش مالك واثقه بحالك؟ انا لازم ابقى رابط حبل بينك وبينها؟ ما بقدر اطلع مع غيرك ولا بقدر كون صداقات؟ ما بصير يكون بحياتي حدا تاني؟ ما في براسك غير مايا مايا مايا؟ انت ومايا جننتوني. عفوا؟ نعم. انا ما حكيت عمايا سيد ارجون شارما. هلا حكيتي لسه؟ جاي عبالي اضربك شي بوكس. انتبهي على حالك. سكوت، انا اجيت لهون لحتى اسالك اذا امي نسيت عندكم كندرتا واذا انت شفتها هون شي ولا لا. انا ماني متضايقه من مايا، بس انت اكيد متضايق. لك شو هن شايفيني لعبه عندهم؟ احيانا مايا بتضربني واحيانا سانج بتضربني. لامتى رح يبقوا هيك؟ خلصنا بقى. سانج، جبتي لي كندرتي؟ بدي اطلع اتمشى مع فاندا. شو صار؟ يعني ضروري يصير شي كل مرة؟ خلص يا رفيقتي رؤي، أنا كنت عم بمزح معك، كنت معصبة شوي، آسف، هذا غلطي. إديلي هلأ بدك نروح مشوار؟ ألو سانجي؟ ألو؟ هاي الألو ما رح تفيدك، تسكرت بوشك. خليني جرب. جرب. سانج؟ ليك أنا ما جاي عبالي أحكي معك، يا ريت تفهم هالشي. سكرت هي، سكرت. خليني أجرب. تضرب عن جد؟ أنت غريب،
أنت متخانق معه وهلأ سانج ما بدها تحكي معي. أنت بتتخانق معه وأنا اللي بدفع الثمن. عفواً؟ إيه؟ مو أنا اللي عم بتخانق، هي بتتخانق معي. مايا بتحبك كتير، مايا بتحبك كتير. معها حق، لأنه مايا عن جد بتحبك. أخي هي بتحبني بس أنا ما بحبها، دائماً بتقولوا مايا 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 لحتى انصرع راسي فيها، انصرع. بس لسه سانج ما فهمت هالشي، ما هيك؟ شرح هذا الشي لسانج لحتى تقدر تعيش براحة وأنا رح ساعدك. هذا اليوم كتير سيء، أنا عم بتخانق مع الكل، مع مايا خانهم وسانج خانهم وهلأ كمان الأستاذ آيان. لازم أعمل شي لسير اهتمام البنت. شو لازم تعمل هلأ يا أرجون؟ شو لازم تعمل؟ شو؟ عندي فكرة. أي بنت أكيد رح يصير اهتمامها هذا الشيء. ما في طريقة تانية بنتي، لازم تلاقي طريقة تقولي الحقيقة لأرجون. لازم تحكي له كل شيء صار معك، وإذا هو عن جد كان بيحبك ما رح تهمه كل هالشغلات. أنتي لازم تحكي الحقيقة مايا. أنتي ما بتحبي الألوان، بس حسب ما أنا شايف إنه الألوان بتحبك كتير. تعي سومان، لحظة شوي، خليني بس أربط عقدة البوت. امشي فاندا. أولادنا هالأيام عم يحكوا أقل ويعملوا مشاكل أكتر. أنا كمان فكرت إنه أحكي مع أرجون عن هذا الشي، بس أيان منعني من هالشي وقال لي إنه هو أكيد رح يفهم كلامي غلط، وقد ما زبط حكي رح يكون على الفاضي. من لما فاتت مايا على حياة أرجون وهو عم يعاني كتير، لازم نلاقي طريقة نبعده. لازم نعمل شي لحتى مايا تطلع من حياته، لازم نفكر ونلاقي شي حل. نعم. إذا أنت ما بدك تحكي معي مو مشكلة، بس إذا ما أكلتي من البطاطا يلي عملتها ماما رح أعمل مشكلة. ماني جوعانة. أنت متخانقة مع أخي، لا تخلي جوعك يدفع الثمن. أيان، ليك أخوك يلي بلش بالأول مو أنا. بس للصراحة هو كتير حباب. إيه؟ بدل ما يروح يقول لك آسف هو جاب لك هدية. شو؟ راح وجاب هدية لإلك. شو؟ بس شوي. في هدية لإلك بعلبة، جاب لك ياها، تعالي بسرعة وشوفيها. مستحيل يا أيان، الشخص يلي بيتخانق مشان كاسة بوزة مستحيل يجيب هدية هيك كتير علي، هالشي مستحيل. أنا عم قلك إنه جاب لك هدية، يلا تعي وشوفيها. نحن بدنا نفاجئ بدل ما هو يفاجئك، تعالي بسرعة. ليش لأجي؟ هو جاب الهدية؟ لازم يحاكيني، أنا ما رح أجي. شو هالغرور هاد؟ خلاص خليني اقول لك شيء، تعي على الكوريدور وانا رح ورجيك الهديه. ماشي، وانت بس تشوفيها للهديه انا متاكد انه انت رح تفهمي شو قصدي ورح تنبسطي. طيب ماشي، احيانا انا بحس انك عن جد ذكي. انت ظريف ايان. ليكني جايه، باي. اخي قديش بدك وقت؟ لسه بدي 5 دقائق. كل مره بتسال فيها ماني طالع، انقلع من هون. أيوة، انقلع من هون لك. جايب لي فستان أحمر؟ هذا هو لوني المفضل. صح أخوك عنده حركات بس قلبه طيب كتير. مزبوط، بس هلأ لما رح يتصل فيني أنا رح ضل معصب عليه شوي حتى لو هالشي صعب علي. سانج، أنتي بس خليكي جدية. هاي أخي، أنت ليش قفلت الباب؟ خليك جوا شوي. اسمع، دير بالك تقله أني جيت لهون ماشي، خليه ضل عم بيعاني شوي. أوكي، باي.
انت شو عم تعمل؟ حابسني بالحمام؟ ها؟ ما راح تبطل حركات الولدنة هي؟ هي مو حركاتي، انت اللي كنت دايما تحبسني بالحمام لما كنا اولاد صغار. ايه صح، خاصة بعد هداك الحمام طالع ريحته. مزبوط؟ اسمع، البضاعة وصلت. وصلت؟ ايه. لا تلمس شي، ها؟ هدول لعمتي. اي عمتي؟ ما دخلك. اوكي. الو ارجون، عمل شغلة كتير حلوة اليوم. ارجون جاب له هدية لسانج. عن جد؟ فستان باللون اللي بتحبه سانج؟ سانج، شو القصة؟ ليش وشك عم يضوي هيك؟ أنا بس مبسوطة. يا عيني. عن جد مو معقول فاندا، أنا ولا مرة شفت سانج مبسوطة لهالدرجة. شكله اللون الأحمر عطى تأثير وفرحته مو عطيتها لحد أبدا، صدقيني. معلش فوت. تفضل. أنا مايا، أنا كتير آسف عم بارح. مو مشكلة، أنا نسيت. الحقيقة أنا ما بقدر إني أقول شي لحتى أعتذر. شو فيها؟ هي إلك. أنا بعرف إنك بتكرهي الألوان، بس مايا الحياة كلها بتتغير بس نغير نظرتنا. بس حاولي تغيري حياتك مرة واحدة. تعرفي ليش؟ لما كنت صغير كنت كتير خاف من المرتفعات، بس مرة بابا أخذني لقدام شجرة وخلاني أطلع عليها وقال لي هلأ يا خوفك بده يزول يا أنت. وبتعرفي شو صار؟ أخذت كتير مانجا، ضليت أطلع هون وهنيك لحتى أنقص حالي. بعدين انتبهت إني على شجرة مانجا ونسيت خوفي، ووقتها شو عملت؟ قعدت وصرت أجمع حبوب المانجا، وبهداك الوقت نظرتي للشجرة تغيرت ونظرتي للخوف تغيرت تماما. أنا ما عم بجبرك، ما عم بجبرك على شي، بس بدي منك حاولي لمرة إنك تنسي كرهك وجربي الألوان. بس شوفك أرجون، من ورا شجرة المانجا تبعك قدرت تطلع على بيتي؟ مزبوط، هالحكي مزبوط.
أنا متأكدة إنه هالغبي رح يعتذر مني 100 مرة قبل ما يعطيني الفستان، بس أنا ما رح أرضى بسهولة، رح كون كتير جدية بحكي معه. ليكي سانج، أنت كتير بتتأثري بكلامه، رح تليني دغري أول ما يبلش يعتذر منك، بس اليوم ما لازم تعملي هيك، حتى لو شو ما عمل أنت لازم تضلي قوية، خليكي قوية، لا تبتسمي قوية. شو هاد؟ مو معقول أبداً، لساتك لهلا مزعوجة مني؟ مرق أكتر من 24 ساعة لهي الحالة. تعرفي إذا أنت بتضلي معصبة فوق 12 ساعة كل شي جواكي بيبدأ يحترق، وهالشي هاد بيعمل لك فقاعات كتير كبيرة جواكي، وفي حل واحد بيخليكي تهربي من هاي الحالة، وهو إنك تنفسي كله. آسف يا سانج، خلصنا. أنا ما بدي أسمع اعتذاراتك. شو بدك لكان قولي؟ احكي، شاي، قهوة، مشوار، أي شي بدك أنا جاهز. ما بدي شي. برأيك إنه أنا رح أرضى بهدول؟ معقول أنا ما بسوى عندك غير هيك؟ لا بلا، أنت بتسوي أكتر. بس ليكي، مشوار أو كاسة شاي، شي مطعم، بس إنه أهم شي يكون هالشي نقدر ندفع حقه. أنا ما بيهون علي إنك تزعلي يا سانج، صدقيني بزعل. بتعرفي شغلة؟ بتعرفي أنا شو عملت مشان زعلك؟ لحظة، مصاصة، ولسه بطاطا ومنشفة. يلا خلصني بقى، لو سمحت لا تضيع لي وقتي، لأنه أنا ماني فاضية. أرجون، أنا زعلي شو بيسوى عندك؟ ساوي بطة؟ بكفي، حاج بقى، رح قلك زعلي بيسوى عندك يا أرجون فستان بلوني المفضل. يلا بسرعة روح وجيب الفستان، وبدي فوقه 20 تمرين ضغط من هاد، وهيك بقبل أفكارك. عفوا، شو؟ فستان إلك بلونك المفضل؟ ليك أرجون، لا تحاول تتزاكى. اسمع، أنا بدي الفستان هلأ أحسن ما عصب عليك وجن على الآخر. تعرف أنا كتير بحب هيك مفاجآت وهدايا، وكنت كتير متشوقة مشان أجي لهون، وعم فكر بهاللحظة لما رح تعطيني الفستان. ممكن تقليلي شو هالفستان هاد؟ ليك أخي، حاج تعمل حالك، ما بتعرف إنه في مفاجأة لسانج، لأنه أنا سبقتك وخبرتها بكل شيء. قلي شو هي المفاجأة؟ هاي الهدية اللي طلبتها أنت الصبح، شو نسيتها؟ هذا الفستان الأحمر الحلو من شان سانج. أنا اليوم قلت لها لسانج كل شيء. أنا بعرف إنك بتكرهي الألوان، بس مايا الحياة كلها بتتغير بس نغير نظرتنا. بس حاولي تغيري حياتك مرة واحدة. يا بنتي، الماضي اللي بتكرهيه دائماً عم يسحبك لعنده يا بنتي، ما عم يسمح لك إنه تمشي لقدام، وكمان عم يخلي مستقبلك الحلو ينتزع. انتي هلأ لازم تقرري وين بدك تمشي وين بدك تروحي بنتي، ولما الجرح اللي عنا بيبين عن الناس، هالشي ما بيخلينا ضعاف يا مايا، بالعكس هو بيخلينا نهتم أكتر لما ننجرح من جديد. لازم تقولي له كل شي لأرجون، وهيك ما بقى تخافي من شي، وقتها ما حدا بيقدر يتحكم فيكي. شو عم بتقول؟ تعرف انه انت هلا فاجأتني كتير بهالحكي الظريف؟ شكرا. تعال هون ايان، تعال حاكيني شوي. يلا
وهلأ بما أنك عم بتخطط لتقتلني فشو رأيك تقوصني فورا؟ أنا فكرت. أنت شو فكرت؟ أنا عطيتك الإذن لتفكر بشي؟ لا، وهلأ أنا تبهدلت بسببك. الفستان مو لسانج. ما كان لسانج؟ شش. لكن أنت لمين عطيته؟ حدا معي بالمكتب. كان منشان جلسة التصوير مو هيك؟ هلأ رح نروح ونجيبه من المكتب ونعطيه لسانج ونقله أنك نسيته بالمكتب. شو رأيك؟ هيك بتكون الحل. يا المشكلة ما انحلت وهي كبيرة كتير صارت. سانج هلأ أكيد رح تقتلني. خلاص شو هالحكي، روق أخي. شي مرة قتلتك سانج؟ لا، وهالمرة مثل قبل. ليك عندي فكرة حلوة، أنت روح لعنده واحكي نفس الحكي الحلو تبع كل مرة وقال له أنه الفستان. لمايا لمايا لازم تقلي له كل شي لأرجون، وهيك ما في شي تخافي منه، ووقتها ما حدا بيقدر يتحكم فيكي. ماما خليني مسكرة على جروحي، ما في داعي لهالشي، لأنه ما بدي أرجع أتوجع من جديد. أنا ماني جاهزة لسه لحتى أستسلم، ماني جاهزة لأقول لأرجون الحقيقة. أنا ما بقدر أقول له الحقيقة هلا، لا. أنا جبت الفستان لمايا وأنا عطيتها إياه. انتي اخدتي الهدية تبعي؟ رجعتوا رفقات؟ انتوا بتطلعوا كتير حلوين لما تتخانقوا. يلا فرجيني الفستان تبعك. سانج شو صار؟ ما في شي عمتي، شكله في شي فايت بعيوني. سانج ورجيني الفستان. أنا عم قلك ورجيني الفستان. سانج وين الفستان تبعك؟ هو الحقيقة يا عمتي أنه الفستان اللي جابه أرجو هو ما كان لألي، هو كان لمايا. شوفي معي هلا سانج. الغلط ما رح يتصلح إذا تجاهلت الموقف. أرجون شارما عمتي لو سمحتي خلص. ليش خلص سانج؟ أرجون لازم يعطيني أجوبة على كل أسئلتي اليوم. ليكي سانج؟ لا، اليوم حكيك رح يكون معي أنا مو مع سانج، وبدك تجاوبني عليهم كلهم. ليكي هذا الشي بيني وبين سانج. لا، هلأ أنت بدك تختار سانج أو مايا اللي بتهمك أكتر. من لما بلشت تهتم بمايا كتير صرت عم تزعل سانج وتزعجه دائما. أرجون لازم تفهم إنه سعادة سانج بتهمنا كلنا. عمتي لو سمحتي لبقى تحكي شي. ليش ما أحكي شي سانج؟ ليش لحتى أسكت؟ لازم شي حدا ينتبه على هاي العلاقة، لأنه أرجون شكله ما خرج ينتبه على علاقاته. بدك تشرحي لي عن العلاقات؟ أنا بعرف حقيقتك كتير منيح. خلصنا أرجون؟ لا تحكي شي. لما صارت رفيقة أمي أخذت زوجها منا. هي كانت مريضة واستنتها لحتى تموت، ووقتها رحتي تجوزتي جوزها
هي هي الحقيقة. هي اللي عم تحكي عنها هي بتكون عمتي. بالنسبة إليك مو لإلي. بالنسبة لإلي هي هون لأنه سرقت مكان أمي، وهي كانت كمان عم تدعي مشان تموت. تعرفي ليش؟ بس مشان تقدر تسرق أبي. هاي المخلوقة خربت كل حياة أبي وأمي كلها. كل واحد يعرف حده بهالبيت. بس الشخص يلي عم تحكي عنه أرجون مو هي، هي بس الصورة يلي اخترعها الولد الصغير يلي جواها. لا سانج، انت ما بتعرفي، هي هي حقيقتها، ولهالسبب انا ما بقدر اني حبها. وعادت بابا حافظ على علاقتنا، بس من زمان كان لازم انهي هذا الشيء. شكلي ما عاد عرفتك منيح سانج. انت عم توقفي معه؟ مو مهم مع مين منوقف يا أرجون، يلي انت عم تحكيه كتير غلط. يلا تعال اعتذر منها. انا عم قلك اعتذر من عمتي أرجون. يلا اعتذر منها هلا. ماشي، يعني ما بدك تعتذر، بسيطة. عمتي ما في داعي تبكي مشان شخص ما بيقدر دموعك، لأنه ما في فايدة من هالدموع. وهلأ تعي روحي معي. أيان امشي. روحوا كلكم، أنا ماني محتاج حدا. وانت كمان بدك تتركني؟ انت قلت انه ما بدك حدا. قلت هيك لاني كنت معصب. اخي انت بتغلط كتير معنا كلنا. كل ما بتكون معصب كنت تقلها امك. انا كنت مفكر انك معتبره امك، بس طلعت بتقولها هيك بلا ما تقلها ماما. بس على القليل احترمها. تعرف معك حق، يمكن الموضوع اكبر من هيك. أرجون مايا لو سمحتي بحاكيكي بعدين. شو صاير؟ مايا لو سمحتي مزاجي مو رايق أبداً، منحكي بعدين لأنه رح أصل عليكي بدون أي سبب هلأ، فرجاءً منحكي بعدين. أرجون الرفقات بيحكوا مع بعضهم بكل الأوقات، الرفقات بيغيروا مزاج بعضهم سوا. وينك أنت؟ هنيك محل ما بكون ضايع، هنيك محل ما أنا كتير وحيد وما حدا بيقدر يشوف حقيقتي. ما هي بحاكيكي بعدين ماشي؟ أنا آسف كتير، عن جد أنا آسف. أرجون أنت مانك وحيد أبداً، أنا شايفة حقيقتك وبهاليوم أنت كمان رح تشوف حقيقتي. شو هالكلام الفاضي؟ هذا الولد عن جد مجنون. صحيح هو كبر بس لسه حركاته حركات ولاد صغار. هو قال هيك؟ وانتي صدقتي يا فاندا؟ لا سوما، اليوم كلامه معي كان غير كل مرة. أرجون بحياته كلها ما حكى معي بهي الطريقة اللي حكى فيها اليوم. كان عمره 6 سنين لما أنا جيت لعندهم على البيت لحتى أهتم بأمه المريضة، وهو كان كتير يحبني وينبسط معي قبل ما تموت أمه وأنا أتزوج أبوه.
بعدين هو صار كتير عدواني ويكرهني، وبعد كل هاي السنين اللي مرقت أنا مو قدران أفهم نفسية ابني وخليه يفهم أني ما أخذت محل أمه ويحبني مثل قبل ويبطل يكرهني. سانج، أنا بكون شخص كتير سيء، معه حق شو ما حكى، لأنه بالنهاية أنا بضل مرتب. أنا ما قدرت خليه ينسى ويحبني مثل أمه، وما عندي الحق لأطلب هالشي. عمتي، الطريقة يلي أنت بتفهمي أرجون فيها أنا ما قدرت أفهمها أبداً. إيه، كلنا منعرف هالشي، إنه أرجون بحياته ما قدر يعتبرك مثل أمه. بس عمتي، أنت دايماً بتعتبري أرجون مثل ابنك، ما هيك؟ أنت بحياتك ما فرقتي بين أرجون وبين ابنك أيان، ما هيك يا عمتي؟ لو سمحتي، أنت ما بتقدري تاخدي حقوق أرجون منه. بس أنا بترجاكي عمتي، إذا أرجون قال شي غلط فمن واجب الأم إنها تستوعب ابنها لما يغلط، وإذا أنت بقيتي زعلانة منه وعم تلومي، أرجون رح يبعد عنك أكتر. روحوا كلكم، أنا ماني بحاجة حدا. أرجون هلأ محتاجك كتير، هو محتاج لومك ومحتاج حبك القاسي، لازم تربيه من جديد. يمكن هو ما بيعرف هالشي، بس أرجون رح يكون وحيد كتير من دونك. هو من لما كان صغير عنده هاي الصورة الغلط عنك، وإجا الوقت لحتى تتغير. ببساطة قلت مالي بحاجة حدا وهن صدقوني دغري، يعني أنا عصبت شوي والكل راحوا تركوني. سانج، أنا كيف بدي فهمه هذا الشي؟ كيف بدي أشرح له وخليه يفهم إنه أنا وأبوه الشي اللي جمعنا مع بعض كان الحاجة مو الحب، حاجة أرجون لأم؟ إنه ربي ولد يتيم الأم كان شي كتير صعب، قضيت كل حياتي عم حاول غطي هذا الفراغ يلي كان عايش فيه لأنه خسر أمه وهو ولد صغير. كنت مفكرة أنه أنا رح أقدر أنهي كره أرجون بحناني ومحبتي، بس للأسف ما قدرت، ما قدرت سومان، ما قدرت. بس عمتي، بس كنت بعرف رح تجي يا سانج. ما هي؟ أنا قلت لك الرفقات لازم يكونوا مع بعضهم بكل الحالات. أنت كيف عرفتي إني بكون هون؟ لما كل الدنيا بتحاول تحبطني أنا بقدر لاقي السلام بس هون. لما كل الدنيا بتحاول أنه تحبطني بقدر لاقي السلام بس هون. بس اليوم ممكن أنك ما تقدر تلاقي السلام هون. يمكن اليوم ما أقدر لاقي السلام بأي مكان على الأرض. يمكن تكون أنت عم تدور على السلام بأماكن غلط، ويمكن حسب الشخص يلي بيكون عم يدور معك. أرجون، ليك بهي المواقف الرفقات المناح ما بيتركوك وراهم، ولما يكون الوقت حلو الرفقات السيئين ما بيتركوك لحالك.
شو صار؟ ولا شيء، بس للحظة أنا تذكرت طفولتي. أنا تزوجت أبو أرجون لحتى هو ما يحس بغياب الأم. أنا كنت مفكرة أنه ممكن أقدر أقنعه بحبي إله، وأنه رح نكون عائلة كتير مثالية ورح يعتبرني مثل أمه، وأنه كل شيء رح يكون منيح بيناتنا. كيف رح يكون منيح؟ أمه لأخي أيان خانتها لأمي. ماما كان معها ورم وهي كان لازم تهتم فيها، بس ما عملت هذا الشيء، وأمي ماتت بعد شهرين. أمه لأرجون راكشا كان عنده سرطان، كان بالمرحلة الثالثة. الدكاترة فقدوا الأمل منه، بس أنا ما تخليت عنه وبقيت معه. أنا حاربت كتير مشان حياتها، بس هي ما قدرت تقاوم أكتر من شهرين. بعد ما ماتت أمي، أبي ما قدر يستنى حتى 6 شهور وراح اتجوز أمه لأيان. هن كانوا عم يستنوا أمي لحتى تموت. وبعد ما راكشا ماتت، أنا بقيت قاعدة ببيت أرجون 4 شهور. الناس وقتها صاروا يحكوا علي كتير، بس أنا ما اهتميت بكل هذا الشي نهائيا. بس أرجون اهتم بكلامه، صار يسمع للناس شو عم يحكوا عني ويصدق كلامهم، وبطل يحبني أو حتى يقبل إنه يحكي معي. بهداك الوقت أبوه قال لي إنه لازم نتزوج. أنا ما كان عندي خيار تاني، مع أني ما كنت أتفق مع أبوه، ما كان هاممني نظرة الناس، كان همي الوحيد أرجون بس. وافقت على الزواج، وشوي شوي صرت أتفق أنا وأبوه لأرجون، وقدرنا أنه نتفاهم كمان. وقتها بابا قال لي بده يتجوز مشاني أنا، وأنه ما في حدا ياخد محل أمي. بس خلال فترة قصيرة هو نسي الحياة اللي قضوها سوا. أبوه لأرجون كان شخص كتير لطيف، وهو ما حاول يجبرني على أي شيء ما بدي إياه، بس ما توقعنا العلاقة اللي كانت بيناتنا تتحول من علاقة صداقة لتصير علاقة حب، ونتيجة هالحب اللي صار كانت أيان. أما أخي هو كل شيء، هو حياتي والشي الوحيد بهالعلاقة أيان. الشي اللي أنا ما قدرت أني أعمله قبل أبداً عملته من خلال هذا الصبي الصغير أرجون. بسبب أخوه أيان رجع وصار يحكي معي ويتعامل معي مثل قبل، وكرمال أيان كان دائماً يتخانق معي، وحتى أنه مرة كان مقرر أنه ياخد أخوه أيان ويهرب فيه برا البيت. أنت وهو وأنت يا سانج، بوجودكم مع بعض صارت حياة أرجون حلوة. أنا ما كان إلي حصة من الفرح بهي الحياة، أخذها حدا تاني. أبي مات، بس هو طلب مني قبل ما يموت أوعده إنه دير بالي على أمه الأيام، بس أنا ما عم بقدر أعتبرها أمي أبدا. بس إيه، دائما رح ضل أحترمها وأكون مسؤول عنها. أنا فكرت إنه بيوم من الأيام رح يعتبرني مثل أمه، بس ما قدرت يا سانج، ما قدرت. أنا فشلت يا مايا، أنا فشلت، ما بقدر أوفي بوعودي ولا بقدر أتركه. أرجون، أنت عم تحاول أنك تهرب من علاقاتك، ولهيك هي العلاقات عم تتعبك وتعمل لك مشاكل. حدا من رفقاتي قال لي أنه الحياة كلها بتتغير، بس نغير نظرتنا لإلها. لهيك أرجون بدي منك تغير نظرتك بخصوص هالموضوع.
انت عم تطلبي مني اني غير نظرتي مع انك انت مغمضة عيونك. مغمضتهم لاني خايفة من العاصفة ارجون. لما تفتحي عيوني رح تشوفيني إلي بس. مو الخوف. وبلكي أنت هربت بس سمعت قصتي. أرجون أنا ماضي ما حدا بيقدر يتخيله. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.